بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأمين العام، السيدة المديرة العامة، لقد عملت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة على بلورة إصلاح استراتيجي للمدرسة المغربية يمتد ما بين سنتي 2015 و2030 عبر إقرار قانون إطار ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح وضامن لحق المتعلمين في خدمة تربوية جيدة ومنصفة وميسرة الولوج. ولهذا الغرض واصلنا الرفع المضطرد للميزانية السنوية المرصدة لقطاع التعليم بمعدل 8% سنويا. ولمواجهة آثار الجائحة اعتمد المغرب مقاربة استباقية مكنت من إعداد مخطط لتدبير الموسم الدراسي الحالي 2020-2021 عبر اتخاذ تدابير تضمن استمرارية التعلم مع الحفاظ على صحة وسلامة المتعلمين والأطر التعليمية، وهو ما مكن من ضمان انطلاق الموسم الدراسي في وقته المحدد بشكل مستقر ومستمر. وإذ نثمن عاليا الخلاصات التي توصلت إليها مجموعات عمل المنظمة، فإننا نعتبر أن تحقيق الأهداف المتوخات منها يتطلب التنسيق والمواءمة للتنفيذ الأمثل للهدف الرابع للتنمية المستدامة وانتقاء التجارب الفضلى وملائمتها لواقع كل دولة مع تحسين آلية التعاون الدولي، وهو ما يحرص عليه المغرب حالا ومستقبلا. شكرا جزيلا.